نحن موجودين اليوم نعتبر على الحدود اللبنانية بمنطقة الأزمة. نحن على الحدود المتاخمة للخطوط الأمامية، نحن مش بالخطوط الأمامية تحديدا، بس نحن متاخمين للخطوط الأمامية عم تتعرض للقصف اليومي. عايشين حالة قلق وتوتر، خوف من بكرة، قلق على المستقبل، خوف على أولادنا اللي عم يتنقلوا على الطرقات بالأخطار، قلق على أصدقائنا وخوف عليهم وعلى مصيرهم، على أهلنا بالجنوب، على أصحابنا اللي خسروا أولادهم، خسروا أرزاقهم بهالحرب. حالي وضع مش مريح أبداً. نتأمل أنه بكرة يكون أحلى. في نازحين كتير بمنطقتنا، نحن عم نحاول نساعدهم من جهتنا، خاصة عم نهتم بموضوع الدعم النفسي للنازحين، لأنه في نازحين عم بيعيشوا أوضاع كتير صعبة، إن كان مادياً معنوياً أو نفسياً. مش هين أبداً أن واحد يترك ضيعته ويترك بيته، فعم نحاول قد ما فينا نساعدهم بجهة دعمهم نفسياً، بالإضافة للمتابعة مع الجهات اللي عم تساعدهم من ناحية الخدمات والحاجات اللوجستية. أنا موجودة هون، باقي هون، هيدي أرضنا وهيدا بلدنا اللي بيعز علينا كثير، وكوني كمان بزيادة ناشطة طبيعية، كل شيء بهاي الأرض بيعني لي، هيدا النخل بيعني لي، والشجرة بتعني لي، والأرض بتعني لي. هيدي أرض جدودنا، رح نضل فيها صامدين مقاومين، وإن شاء الله بتكون لأحفاد أحفادنا.